احنا بنسمع كتير قوي عن كيد النساء. كيد النساء ايه هو بقى؟ لا الستات ممكن يعملوا عمايل فظيعة لا يمكن تتخيلها. ايه اللي حصل؟ هنشوفه مع بعضينا في اخر شقاوة. نفسك بقى انت في كل حته بتتخانق كده. خلاص 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 بقول لك ايه، ما تلمي نفسك بقى. انا ساكته بالعافيه على اللي انت بتعمله فيا. حصل لك حاجه في دماغك؟ هو ايه اللي حصل لي حاجه؟ ده جوزي يا عم. يا عم اهدى شويه، انا حامل ومش قادره اتكلم، حرام عليك. مراتك في البيت، مراتك في البيت يا عم. ده النسوان كلها. ايه ده يا عم؟ ده يا عم الواحد خلاص بقى هنا يعني قدام الراجل الغريب كده؟ لا غريب ايه بس؟ ايه يا عم انت كمان؟ ايه اللي تخلص منها وطلعها دي؟ بصر معايا كده، فك فك كده. ارميني باللي في بطني. اشربوا ايه طيب؟ اي حاجه ساعة. عندنا اقعد يا اللي في ادبك انت كده. ها قدام الناس لمي نفسك بقى. لا لا لمي بقى زف. انا بس عشان خاطر البطن انا مش عايز اكلمك. انا كنت زمان اللي ايوه هات لنا التفاح ده. فتح ازاي بس؟ افتح لي دي. افتح، مش قادره، مش قادر تفتح الازازه. يا لهوي. تفاح تفاح. ايه تفاحي دي؟ ما تحترمي. بشرب من جيبك اشحالي، ما كانش الراجل عازمنا عليهم. ما تحترمي بقى 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 في بنتك. انت ما بتطلعش الجنيه من جيبك. راجل ايحة. ايحة؟ انا ايحة يا تل ايحة؟ يعني مالكيش لازمة عليا. خلاص في بيتك بقى. خلاص خلاص. اه حضرتك خلاص في بيتك. انت هتولدني قبل اواني يا راجل. يا راجل ارحمك. يا استاذ انا زهقت. انت مش شايف بتتعامل معايا ازاي؟ الزفت اللي بطلعها ده، عارف ليه اللي بطلعها ده؟ انا كنت زمان بس من حبه فيك والله بينكشك. بس من حبه فيك. معلش شوف شغلك يا استاذ. معلش منك الله وحسبي الله ونعم الوكيل. عارفه انت هتشوفي ايام سودا باذن الله. حسبينا الله ونعم الوكيل فيك. هتشوفي ايام فردت شعري عليك في الشارع قدام الناس. بس بقى خلاص بقى. بس بقى بس 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 ماشي يابا. كان اتجوزت الشوم والندامة. بتاكل وتمشي زي القطط. انت حضرتك مش عارف. احنا اسفين. تعالى اسندني يا راجل. هقع هقع من طولي. هقع من طولي. استهلي استهلي كل اللي بيحصل لي. خلاص خلاص عندنا خلاص عندنا خلاص. خد فين تاني؟ ضغط يا عيني. حرام عليك. شوف حسابك كام يا عم. خد ده عندنا برضه. ايوه هات البرتقال ده انا بحبه. طعمه حلو. ها طعمه حلو. انت مالك انت؟ هو جوزي يقول لي طعمه حلو ولا لا؟ انت تتدخل بينا ليه؟ انتوا مدروشين اصلا. هو ايه اللي مدروشين يا اخويا؟ شايفنا ماشيين بنتطوع؟ يا راجل بيعف مراتك وانت واقف ساكت يا راجل؟ يا راجل يا اللي ما عندكش نخوه. خلاص خلاص حقك عليا حقك عليا حقك عليا حقك عليا. انت مالك انت؟ خلاص بقى. انت هو ايه اللي خلاص بقى؟ اه يالي خلاص بقى. انت مالك انت؟ انا السبب يعني اللي هو بيوجعك كده؟ اه انت مالك يا واد يا اخويا؟ ما تكلم الراجل. انت بتكلم الست ليه؟ انا اطلع عين ابوها عشان انا جوزها. انا مش طلع عين ابو مين انت كمان؟ ما تحترمي نفسك. ما تحترم نفسك انت كمان. يعني على ايه ابو انت؟ بقول لك ايه؟ ما تتدخلش معانا يا عم. يا عم انت مروش انت يا عم. انت مالك انت يا عم؟ يعني انا مالي انا؟ يعني انا مالي؟ مالكش لعبه مراتي يا عم. ازاي يا عم انت اللي كلمك؟ خد يا بنت خد يا بنت. لو تحترمي نفسك ما كانش يحصل ده كله يا عم. ما تلمي نفسك بلا لم بلا تاني. بقى انت في كل حته شتايم وتهزيق كده. ايه الجوازه المنيله ب 60 ليره دي؟ انا الجوازه المنيله ب 100 والله. ايه القرف اللي انا فيه ده؟ الجواز بالشكل يا عم. خلاص طلقت. هطلقك ليه بس؟ في ايه؟ ايه يا عم انت مش شايفه عمال يهزق فيا؟ معلش يا باشمهندس بالراحه. يا عم ايه بالراحه؟ والله العظيم اللي بيتجوز في الزمن ده بيشتغل ضرب الجزمه. ماشي بس مش في الشارع يعني. حد قال لك اتجوز يا اخويا؟ ده انت حفيد عقبال ما راجل يتجوز. بعيد يا عم بعيد. روق. انتوا جايين منين؟ ايه يا عم انت كمان همك بعيد. متجوزة منين بس؟ يا عم والله ده انا متجوز تخليص حق. ليه تخليص حق على يد زي العسل يا عم؟ حاجه كويسه يا عم. روق بس روق. هنا حاجه ساقعه. طيب احترم نفسك. انا ايه؟ اللي احترم نفسي؟ اه احنا في الشارع. تلمي نفسك انت يا سيد. ايوه اي حاجه يا نجم. لا يا شباب. اهلا.
وبعدين انت كل يوم تجيبي لامك. روقي روقي انت يا عم، ده حارق دمي ليل ونهار. لا حارق بلا نيله بقى. روقي روقي الدنيا هي كلها كده، ما هنعمل ايه؟ ما لازم نستحمل. انت مشاكلنا تحكيها للناس كده؟ ماشي معلش. انت كل يوم او يوم بعد يوم امها واخواتها ولنا عمها ولا معرفش هتعمل ايه. مش معزومين بفلوسي يا اخويا. يا عم انا بشتغل، مرتبي دوت لو مش موجود ما يفتحش البيت اصلا. طيب يا ريس، امال ايه؟ ما الحياه تعاون يا ريس. مرتب ايه يا ماما؟ مرتب انت؟ المرتب ايه؟ انت مرتبك كام يا اخويا؟ انت بتبص احنا بيت، انت مش متفقين ان انا اساسا نساعد بعضينا في البيت؟ ماشي، وانا ما قلتش لا. طيب انا ما اخد منك انا كده مدام، معلش عشان الكشك بس. يا باشا اهو خلاص، احنا انت عرفنا من الكشك بتاعك. معلش يا عم، ده برضو اكل عيش، احنا مش واقفين نتخانق. الناس واقفه تتفرج علينا. لكن ايه والخير بقى؟ لسانها الطويل. انت فسام مش محترمه. انا اللي مش محترمه؟ مش محترمه. انت راجل معاصر. انا غلطانه ان انا اتجوزتك. وحياه امي وحياه امي، انت بني ادم في الشارع. انت انا ممكن يديك نقط وانا حامل مبهدلني كده في الشوارع. انا عليك على حملك الست اللي بقى. يا عم معلش، الف مبروك. ده انا هو، انا ما استحملكش. انت رجلي بقى خلاص، هتجيب لك حفله يروقك وهيقعد. والله ما انا لا عايزه حاجه ساعه ولا نيله. انت راجل ايه؟ انت تبع الخميره البيت يا اهو. لا انت عبيط يا ولية. بس مش في الشارع يا ريس. خلاص خلاص خلاص، اهدى اهدى. اديك شايف بتعصب عليا ازاي؟ انا بنت ناس. معلش، مش انا جايبها انت بنت ناس وانا ابن كلب يعني. معلش كل سنه وانت طيب. خلاص مش هينفع الناس تتلم علينا وراجل ايه. معلش معلش ماشي يابا، انت اللي عملت فيا كده. معلش اقعد يقول بس يا ريس. معلش بقى، مش هنقدر نشيل. يا اخويا ما جبتليش ليه واحده مرنده يا اخويا؟ انت رميت البيبس، عايزه مرنده؟ ما انت جايب لي بيبسي تاني. معلش، حلو للحمل. خد يا ريس كده. اه شوف الادام بيقدم بقى والشارع رايس. خلاص يا مدام، صلى على النبي. هي الحياه كلها مشاكل وكفايه. ما لازم انتوا تبقى انتوا الاثنين تتعاونوا مع بعض. هيجيب لي جلطه يا عم. ماشي اللي بيشتكي من اهلي دوت. انا شايل امه في البيت اكله شاربه نايمه. انا مراتي كده برضو شايله قوي. شايله امه. يبقى يشكرني بقى. ايوه انت يعني انا جاي امي. انت جايب امك وابوك وعيلتك وخالتك وعماتك. انت ليه بنفسك؟ انت ليك اتجاه في الحياه وهو انت ليك اتجاه في الحياه وهو ليه اتجاه في الحياه. لازم تدي المركب تعدي. عايزه ايدك اعضها. لا ولا ايده ولا رجله. في البيت اعملوا اللي انت عايزينه. وهنا ما ينفعش. حالي بقى. لا ما ينفعش عشان خاطر الراجل الطيب ده. انا كنت بعدين ما ينفعش احط ايدي عليه. بعيد بقى. ما ينفعش. بعيد بقى علينا بقى. اوعى يا عم. اربع حاجه ساعه اتكسروا. انتوا كسرتوها. فلوس ايه يا عم؟ فلوس الحاجه اللي حللتوا خدتوها من الكشك. هو احنا اللي طلبناها؟ امال مين اللي طالبها؟ انت مش انت اللي عازمنا عليها. طب انا عازمك عليها. ده ما حد عشان تاكلش اكل عيش. ده وانا عازمك. انت عازمك عشان ترتاح انت وجوزك. مش انت قلت لنا هدوا اعصابكم؟ طب انا اعمل لكم ايه؟ هتهدوا اعصابكم على حسابي؟ طب مش انت اللي عزمت؟ انت انت وهو ايه؟ اوعى بقى يا عم بقى، ما تسوقنيش. اوعى بقى ياخد ده. ربنا هينتقم مني. يا اخي حرام عليك، حرام عليك يا اخي. يا اخي انا واحده ست يا اخي تضربني في الشارع؟ منك لله. منك لله. الحقيني الحقيني. مبهدلني. بهدلك عشان امي. امي ست الحبايب يا حبيبي. ما تدخلهاش البيت. امك انا مش مدخلها البيت. انا باكلها وشربها. انا عيد ام حضرتك. اهي واحده اهي مالهاش في الطول ولا في التحيين. يا اختي ده انا بمسكها البسها واحميها واكلها. طب امال انت عايزه تعمل لك ايه تاني؟ اعمل ايه؟ ما انت ستي بتتحمي. يعني ايه يا اخويا ست وبتحامي عليا؟ دي بتتكلم كلمه حق يا امي. امي ست الحبايب يا حبيبه. واحنا داخلين على عيد الام. امي تعملي فيها كده؟ ليه؟ يا جماعه ايه انتوا الاثنين؟ حلو مشاكلكم مع بعض في البيت، ما ينفعش في الشارع. يرضيكي يرضيكي يا عم يضربني في الشارع؟ لا ما ينفعش. انا ما بحبش راجل يضرب مراته في الشارع. انت تطردي ام جوزك بذمتك يا حبيبي؟ انت طردتيها؟ ايوه طبعا برضه. ده انا طبعا بحميها. بحميها ولا يفها. طيب ما انت تجيلي من عند بنتها اختك. والله وحيات عينيك الحلوه دي. وربنا 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 بقى بتعملها حلو. عينيها الحلوه؟ انت بتعكسها قدامي؟ انتوا الاثنين ما تتخانقوش. انت بتعكس انت بتعكس الولية قدامي؟ انا بعكسها. انت بتسبلي له ولا ايه؟ بتسبلي له ايه يا ولية؟ انت بتتجننتي ولا ايه؟ انت بتسبلي له؟ مجنونه بعينيك الحلوه ولا ايه؟ انا ملونه زيها. انت ما صدقتي ان هو عاوز يطلعني؟ انا شايفه روحي بقى. انا اللي بقى يا ايوه دافع عنك وفي الاخر جاي عليا انا. انت عماله تسبلي له. قول لي قول لي عينيك الحلوه دي. اوعي بس انت كده. في ايه انتوا الاثنين؟ انتوا بتسبلي له؟ بقول لكم ايه؟ حلوا مشاكلكم مع بعض. يلا يلا يا بنات يلا بينا.
ده لولا الايام المفترقه. لم نفسك بقى، لم بلدك منك كفايه يا بعيد. والنبي والنبي وحياه امي لا اجيب لك اخويا. اخوك ايه؟ اخوك ده مين؟ اخويا اللي حطيت ايدك في ايده. انت فرهدتني. يرضيك اللي بيعمله فيا؟ ما ينفعش. بس في ايه؟ عملت فيك ايه؟ عملت فيا ايه؟ مبهدلني في الشوارع قدام الناس. ما ينفعش تمدي اللي عملتيه. ما ينفعش. اللي عملته كفايه. لما اتجوزي كنت عندك عيلين. عيلين؟ اتجوزت ثلاث مرات وانا الرابع. انت الرابع؟ وانا الرابع. وانا الرابع. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ شلتني بعيالي؟ شلتني بعيالي؟ ايه يا ست؟ عيالي؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ انت ومراتك ايه يا عم؟ تدينا انا؟ في ايه؟ امي امي لو وريك. في ايه يا ست؟ انت كمان في ايه يا ست؟ انا عم كنت احنا في الاساس ما كنت بدي شربتها. انا عم بحاربني من كل حاجه. انا بحارمك ايه؟ انت بتتحامى فيهم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك امي لو وريك. اوعى يا عم من وش ايدك. ما عندكش شباب ولا مش عارف مشاكل. ما عندكش اخت ولا ام. انت ايه؟ انت ايه؟ انا متخافه من صنف الرجاله. امي لو وريك. كلكم امي غير امي اللي بتتعبكم. اللي على السلم. اتحملوا عشان راجل زيكم. عشان راجل. ها؟ اوعى. انت يا حبيبتك ايه؟ انت يا عسلية. ماجد تعالى ماجد كده. ماجد انت يا عسلية. هات امي عشان بس خاطر الواد. ها؟ بتديك عليا ليه؟ احنا بنخش. تعالى انت بص، انت عينيك ملونه زي نعم صح؟ يرضيك انا العينين الملونه دي تتضرب؟ انت بتاعت سبورات يا انا واقفه. ما تضحكش. ايه؟ بكلمك بجد. والنبي ما ينفعش. اصبر بس. ده بيعدي سنوات. ده ملونه. خلاص. الجوازه رابعه. في البيت يا عم. انا واقف مع مرات اهلك كان بقول عليها. انت بتعمل ايه بس؟ انت ازاي تعمل كده؟ ايه يا لفه الراجل؟ تعبتولي دماغي. تعبتولي دماغي. وحياه امي يا ربي. هربيكوا يا جنس رجاله ملعون. اه آخر شقاوة زي ما شفنا. يا رب ما تتكررش مع أي حد فيكم زي ما شفنا في آخر شقاوة.